متسلق، فحبيت من خلال رياضتي ادعم التعليم وادعم مدرستي اللي درست فيها لمده 10 سنوات، كونه انه الامم المتحده قطعت الدعم عن الاونروا بقيمه 300 مليون دولار. فهذا واجبي وواجب كل أردني كل فلسطيني إنه ندافع عن مدرستنا. فهذا الإشي حب يطلع مني وطلع مني الحمد لله، اتسلقت أعلى قمة بالعالم هي إيفرست. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.